للدخول أكثر في تفاصيل هذا المقال والمعلومات الخاصة لأساس، ينضم إلينا كاتب هذا المقال الصحفي إبراهيم ريحان. صباح الخير أستاذ إبراهيم. عم تسمعنا؟ أنا سامعك تمام. أوكي، لماذا اعتبرت أنه تحليق المسيرات لم يكن لبنانيا في الجغرافيا، وأنه نية حزب الله كانت هجومية، علما أنه اعتبر حزب الله أنه هذه العملية هي عملية دفاعية بطبيعة الحال عن لبنان؟ أولا الموقف اللبناني الرسمي صار شبه واضح أنه الخط 23 هو الخط التفاوضي الأساسي الذي ينطلق منه لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي. فلما يكون لبنان خطه الرسمي هو 23 وليس 29، بحكم أن رئيس الجمهورية لم يوقع تعديل مرسوم 6433، وبالتالي الخط 29 لم يعد خطا بالمطلب اللبناني، فهذا بيعني أنه المياه التي تقع جنوب الخط 23 ومنها الخط 29 هي مياه فلسطينية محتلة وليست مياه لبنانية. يعني من هذا الانطلاق يعتبر أن هذا التحليق لم يكن لخدمة لبنان، خصوصا أنه الحكومة اللبنانية والمسؤولين في لبنان أبلغوا الوسيط الأمريكي أمس وقسين أنه خط التفاوض اللبناني هو 23 مع مطلب بالتعرج لضمان ما يسمى بحق القانا المحتمل. نعم، بحسب مقالك أيضا أستاذ إبراهيم بتقول أنه الحزب استخدم طائرات غير متطورة بشكل متعمد، لماذا؟ هلا الحزب كان عم بيعمل جس نبض هنيك بالمنطقه حسب الظاهر للدفاعات الجويه الاسرائيليه، وامبارح انكشف عن عمليه ثانيه كانت بنهار الاربعاء الماضي في طياره كمان طلعت بالمنطقه هنيك. يبدو انه الحزب عم بيشوف او مدى جهوزيه هذه الدفاعات، خصوصا انه في منظومات دفاعيه تستخدم لاول مره بالبحر، منها منظومه براك للدفاع الجوي وهي تثبت على سفن حربيه هذه المنظومه. فالواضح والظاهر ان الحزب كمان كان عم بجس نبض هنيك، عدا عن الاسباب السياسيه اللي حكينا فيها نحن بالمقال. نعم، رح أسألك عن الأسباب السياسية، برأيك شو هي الأسباب السياسية لحزب الله يعني من هذه العملية، ماذا أراد القول؟ هلا اولا في كثير من النقاط المتقاطعه مع هذا الهجوم. كان في مؤتمر تشاوري وزراء الخارجيه العرب بلبنان، كان في مساعده قطريه وهي تمثل بوابه لمساعدات ستقدمها من دول مجلس التعاون الخليجي للاجهزه الامنيه اللبنانيه. التقاطع هذا الهجوم مع وجود الوزراء العرب في لبنان يوجه رساله الى العرب. كمان بدنا ننتبه انه ايران كانت عم تخوض جوله محادثات نوويه جديده في الدوحه ولم تكن مشجعه الجلسه اللي صارت بقطر، فاكيد هون في تقاطع ايراني بالمنطقه يحتاج الى ايصال رسائل للغرب. وبدنا ننتبه هون نحن ليش انه التعمد كريش هو حقل سينتج منه الغاز الطبيعي وينقل الى اوروبا. الاسرائيليين عم بيحكوا انه حيبلشوا استخراج بشهر 9 بايلول. هذا الغاز سيتجه الى الاتحاد الاوروبي كبديل محتمل او احد البدلاء المحتملين عن الغاز الروسي ومصادر الطاقه الروسيه لاوروبا. وشهر 9 هو بوابه الشتاء في اوروبا وبوابه البرد الذي يبدا في اوروبا. ف مثل بيقولوا ارسال الرسائل عبر كريش هو للاتحاد الاوروبي ولامريكا وللمفاوضين على طاوله فيينا، وهذا الشيء هون بياكد انه هذه العمليه لم تكن لبنانيه بالكامل، خصوصا انها جاءت بعد ان تراجع لبنان عن خط 29، يعني بطل لبنان مطلب الخط 29 ولا حق الكريش، وهذا اللي نقله أموس هوكستين للمسؤولين الاسرائيليين قبل 10 ايام تقريبا، وحيرجع الى المنطقه حيزور تل ابيب حسب المعلومات الاسبوع المقبل او اللي بعده لما يجي الرئيس جو بايدن بجولته الى المنطقه، وحيكون احد اعضاء الوفد هو أموس هوكستين، يعني حيبحث ضمن ملفات الطاقه اللي هو موكل فيها ملف ترسيم الحدود مع الجانب الاسرائيلي. نعم، هل برايك سنذهب الى مواجهه مفتوحه على اجنحه هذه المسيرات ام لا مواجهه؟ على حتى الساعة القرار الأمريكي بحسب المعلومات لا يريد أي مواجهة جديدة ولا بأي نقطة بالعالم، طالما أنه في مواجهة بين روسيا وأوكرانيا، يعني ما بده أي مواجهة تضاف إلى هذه المعركة يلي مبلشة إلى 6 أشهر بأوكرانيا. فهذه النقطة كانت كمان مشجعة ومحفزة أنه الحزب يعمل العملية الاستطلاعية في أجواء كريش، زائد أن الحزب يعلم أن الجانب الإسرائيلي حتى الساعة ما بيقدر يفوت بحرب لأسباب سياسية داخلية
منها الأزمة الحكومية وذهاب الكنيسة نحو انتخابات جديدة، وبنفس الوقت الجانب اللبناني ليس بأفضل أحواله. يعني لبنان تعب من وضع لا يخفى على أحد، في انهيار بالعملة، بالقطاع الاستشفائي، بقطاع الطاقة، بقطاع المحروقات، حتى عندنا أزمات مياه، يعني ما بيحمل بلد 24 ساعة حرب. فاختار الحزب لحظة أن يقدر يوجه رسائل دون أن تتوسع نحو مواجهة كاملة. بس الحذر هون أنه أي خطوة ناقصة بهذه الرسائل أو هيدا الشكل من ارسال الرسائل قد يفجر الوضع. ما فينا نحن نجزم بالمره انه ما في مواجهه عسكريه بناء على المعطيات، بس كان نفس الوقت ما فينا نقعد بمأمن ان الاسرائيليين قد ياخذوا اي ذريعه ليعملوا حرب مثل ما صار بسنه 2006 بعد خطف الجنديين الاسرائيليين بحدود عيط الشعب. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي ابراهيم ريحان.